حياكم الله وين ما كنتوا أعزائي المشاهدين في برنامجكم العين عليك. وطبعا أكيد اليوم العين على موضوع جدا مهم وصار يهم شريحة جدا كبيرة من السيدات. إذا نجي نتكلم عن الرياضة ومدى أهمية الرياضة ومدى الراحة النفسية أصلا اللي تجي من الرياضة، اليوم راح نتكلم عن هل فعلا بالنسبة لنا صارت الرياضة هي بمجرد أنه إحنا قاعدين نشوف الناس والله قاعدة تسوي رياضة، هل هي من نوع من أنواع الترفيه، ولا هل فعلا أنه الرياضة إحنا محتاجينها لصحة أجسامنا وصحة، دائما نقول الجسم السليم أو العقل السليم بالجسم السليم. اليوم راح نتكلم أكثر مع الأستاذة نوف سامي مسكة، طبعا هي مترجمة أبحاث علمية في رواد جمعية رواد علوم الرياضية. يسعد لي مساك. أهلا وسهلا فيك. طبعا لو نجي نتكلم عن موضوع الرياضة، ما أدري هل تتوقعي أنه الرياضة بالنسبة لنا هي فعلا مهمة وحاجة ضرورية، ولا إحنا قاعدين ناخذ الرياضة بس أنه ترفيه وتغيير طبعاً جو؟ طبعا هذا اللي إحنا جايين نتناقش فيه، الرياضة مش ترفيه، الرياضة مش حاجة أنا أخذها أسويها مؤقتا، الرياضة هي نمط حياة، الرياضة هي ثقافة، الرياضة هي حاجة ضرورية في الحياة. وبالذات أنا بركز اليوم على موضوع رياضة المرأة. المرأة 42% من المجتمع، نسبة جدا عالية. الاتجاه الآن الحمد لله تغير، فإحنا في رؤية 2030 نشوف قد إيش تطورنا الحمد لله، صار في اهتمام بالجانب الرياضي بالوعي الثقافي. الآن النوادي نجي نشوف على بر 5 سنوات فقط، مش على 10 سنوات، 5 سنوات كيف كنا ما فيش مكان للمرأة تنفس عن نفسها، ما في مكان تمارس الرياضة فيه تتلقى معلومة صحيحة، فحاجة مرة ضرورية بالنسبة لهذا الشيء. كيف نتلافى الأمراض عشان المرأة هي اللي حتقودها لكله. ممتاز. أنا ودي أتكلم نوعا ما عن الجمعية اللي أنتم موجودين فيها والجزء المهم اللي خاص بالمرأة. أوكي. إحنا جمعية رواد علوم الرياضة تأسست في 2016، مؤسسة الدكتور بوسة شلول. طبعا جمعيتنا حابة أنه الكل يدخل يطلع ويستفيد منها. جمعيتنا مهم عندنا أنه إحنا نبغى نسوي إثراء ثقافي، ومش أي إثراء ثقافي، إحنا المعرفة حقتنا علمية بحتة، حريصين أنه مصادرنا تكون علمية جدا وتكون كلها بيرفكت صحيحة 100%. هذا اللي إحنا ما يميز الرواد، أنه إحنا المنهج العلمي عندنا جدا دقيق. هذه حاجة. الحاجة الثانية، احنا عندنا دورات اونلاين بتسوى كل اسبوع، عليها شهادات حضور وهي مجانية للجميع، عشان احنا حابين ننشر هذا الوعي، الناس يصير عندها معرفة علمية ثقافية، ونشوف توجهنا انه المرأة كيف تقدر تسوي هذا الشيء، كيف تقدر تشتغل على نفسها، كيف تقدر تغير في المجتمع ككل. احنا عندنا مكتبة طبعا وقفية لنفس الجمعية حقتنا إلكترونية، فيها معلومات جدا قيمة في المجال العلمي في المجال الرياضي، فتقدر تثقن في نفسك من جميع النواحي. في تغذية علمية مرة 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 مهمة، من أي ناحية أنت حابة تأخذيها، من ناحية رياضية من ناحية علمية، حتلاقي كل شيء تبغيه. هل أنتم مثلا عندكم في الجمعية فكرة أنه إيش الرياضات المهمة اللي أنت تحتاجي لها؟ نقدر نقول أنه كشف؟ طبعا اكيد نتكلم عن الرياضه، نتكلم عن اهميتها، المراه ايش تقدر تسوي، انت في بيتك من بيتك نفسك تقدري تشتغلي على نفسك. بالعلم انه الان النوادي مغطيه نسبه مره كبيره، والحمد لله زي ما قلت لك في صاير وعي ثقافي علمي في الرياضه مره مهم. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا اتوقع يعني إنه إحنا جمعية اللي عندها أكثر من 2000 مسمى فوق كلمة أستاذ. يعني ما شاء الله عندنا الجمعية فيها ناس من أستاذ دكتور إلى دكتور إلى بروف. يعني يكفينا انضمام دكتور مشعان، أستاذ الدكتور مشعان، الدكتور الجلمود. فيعني عندنا ما شاء الله ناس كفيلين إنه يخلوكي تقتنعي بالمعلومة وتاخذي معلومة وانت واثقة انها معلومة صحيحة. ممتاز. كيف تلاحظي او خلينا نقول كيف تشوفي اقبال الناس على الرياضة؟ حقيقة شيء جدا مفرح انه انا كمدربة كواحدة مهتمة بالرياضة اشوف الناس مش بس مقبلة، لا، الا حابة تتعلم وتعرف ايش الصح اللي انا اسويه. الان ما اتكلم عن رياضة كبس متنفس لي، انا الان اتكلم عن نمط حياة.
العقل السليم في الجسم السليم. متى ما بدأت تغيري من الأساس صح حتوصل إن شاء الله للصح. ممتاز. يعني أنت دائما نشوف أنه الإقبال شيء جميل. طب متى تلاحظي أنه بدت في أعمار معينة تدخل على هذا المجال وصار يهتموا؟ يعني تقريبا في هذه السنوات الأخيرة حتى الأطفال ممتاز. صاروا معنيين. يعني عندنا كمان وجود الجمباز صاير معترف به. الجمباز بيأخذ الفئات العمرية الصغيرة، هذا معناه أنه أنا أستهدف كل شرائح المجتمع، سواء سيدات سواء أطفال سواء رجال، أنشر وعي رياضي ثقافي على جميع فئات المجتمع. الآن المرأة من بيتها تقدر تشتغل، من بيتها تقدر تغير، تقدر تروح نادي. الممشى ساير في كل مكان عندنا في السعودية، في كل المناطق تقدر تمشي، يعني أقل القليل أنه أنا أقدر أمشي. ممتاز. يعني خلينا نقول أنه الرياضة جدا مهمة حتى لو كان أقلها المشي، مع أنه عندك السباحة جدا مهمة. إذا كان الواحد ما أقول لك، الآن شوفين عندنا الجمباز، عندنا ما شاء الله محققين إحنا على مستوى السعودية نسب جدا جميلة وأخذين ميداليات. يعني فئات الجمباز تأخذ الفئات العمرية الصغيرة، معناها إيش؟ معناها أنه في وعي، معناها في حركة، في ثقافة، في تغير في التوجه، فهذا شيء مرة جميل. الفروسية فين؟ انت شوف الفروسية، هل كانت المرأة أصلا تذكر في الفروسية سابقا؟ ما فيش. الآن في وعي أنه المرأة في الفروسية، في كرة القدم، في جميع أنواع الرياضة المرأة تقدر تثبت وجودها في كل مكان. أنا أقدر أثبت وجودي. ممتاز. خلينا ناخذ مبدأ فكرة أنه الرياضة ومدى أهميتها على الأطفال، على كبار، على الصغار بشكل عام. طبعاً أكيد هذا شيء برضو مرة ضروري. يعني أنا كثير أسمع من فئة من الناس، طيب أنا حأموت والشخص اللي بيسوي رياضة حيموت، إحنا كلنا حنموت، لكن إيش الفرق؟ الفرق أنت كيف بتمارس حياتك وهذا الشخص الثاني كيف بيمارس حياته. أنت كيف بنيتك العضلية وكيف تقبل جسمك للأمراض وخلوه من الأمراض وكيف نمط حياتك. فخلاص يعني المفروض احنا وصلنا لمرحله ما في شيء اسمه انه انا حاسوي ولا ما حاسوي، لا، الان احنا وصلنا لمرحله احنا ناس مثقفين، احنا ناس فاهمين ايش بنسوي. انا باخرج فوق ده كله المهم، انا باخرج طاقاتي السلبيه عن طريق الرياضه. يعني خلي الرياضه هدف ليك كمتنفس ليك من اي شيء انت ما هو كويس في حياتك، تقدري تاخديها من هذا المنطلق بس، انه الرياضه متنفس لجميع السلبيات اللي تمر على البني آدم. أكيد ما في إنسان عايش في نمط حياة مستقر، يكفي الروتين، الحياة، الاكتئابات، الأشياء هذه كلها. الرياضة كفيلة تغير لك كل هذا، بس كون إنك بس أنا بقول لك أقل القليل، لو إحنا أخذناها كمشي أنت بتخرجي طاقاتك السلبية عن طريق المشي. فناهيك لما أنت بتغيري جسمك، بتغيري طريقة تفكيرك، طريقة أكلك، لا مش عشان حاجة معينة، عشان أنا حابة أوصل لوعي ثقافي معين، حابة أوصل لمرحلة معينة، هدف معين أنا حأوصل له، مش بس كشيب، لا كصحة. أنا أتكلم عن صحة مو بس كشيب. وأكيد ما في أحد ما حاب يكون عنده الشكل الحلو والرشاق طبعا. فأنت بتتكلم عن جميع النواحي. شوف الرياضة في الجانب النفسي في رياضة، في الجانب الشكلي في رياضة، في الجانب النفسي في رياضة، على جميع الجوانب الرياضة حتجيكي في كل مكان. ممتاز. فإحنا محتاجينها مرة ضروري. بالنسبة للفئات العمرية، الناس زمان كانت تقول لك 18 سنة أقل من كده ما يسوي، ليش؟ علميا الآن ادخلي أقرأي، أو أي بني آدم يقدر يقرأ، كل الفئات العمرية تستطيع إنها تمارس الرياضة، ما عاد في أي إكسكيوز لأي أحد، كل الفئات العمرية تمارس رياضة. بالعكس لا، لاعب الجمباز إلى 16 سنة تبدأ تصير مدربة. يعني شوفي أنت استغلالك العمري من 3 سنوات تبدأ تأخذ اللاعب، يكون جسمه مرن، يكون في يدك. فما فيش حتى موضوع أنه مثلاً مسألة الحديد، الآن كان في بعض الناس يقول لك أنه 18 سنة ما في ما يثبت هذا الكلام، لا، أي أحد يقدر يشيل حديد. ما في أعمار معينة أنه أنت لا. بس أنه زي الأطفال أعمارهم مثلاً 15 أو 14 سنة فكرة أنه يلعبوا حديد، هذه عادي؟ عادي جداً. أنت كمدرب كيف أنت تتحكمي في الشخص اللي قدامك، كيف توجهيه، كيف تعطيه برنامج، تكوني أنت فاهمة إيش بتسوي. أبداً الرياضة ما لها عمر،
الرياضة صديقة الجميع وحبيبة الجميع. ممتاز ممتاز. طيب إذا نجي نتكلم عن الأطفال، إيش أكثر شيء تحبب يعني تحسي إنه فعلًا محبب لأي مدرب إنه يعطي هذا التدريبات للأطفال؟ وش أهمها وأمتعها بالنسبة للطفل؟ نشوف أنا قد إحنا أعطينا في كلاس من كلاسات أنا كان زومبا بالذات للبنات كتجديد كفكرة. الحركات حقتها هي زومبا عبارة عن إيروبيك بس أنت بتأدي بطريقة معينة مع الميوزك، الناس مرة مقبلين عليها حابينها، نوع كتجديد شيء جدا جميل واستفادة منها. اليوغا، اليوغا كون أنك أنت تاخذ طفل، في عندنا يوغا الأطفال، تاخذ طفل وتعلميه كيف أنه هو يسترخي، تعلميه كيف أنه يركز، يخرج كل الأيدياز من دماغه نيجاتيف بوزيتيف، وانت تركز تسوي كونسنتريت على شيء معين، هذا شيء مره جميل. اساسا انت بتنمي عنده حاجه ثانيه من عن طريق الرياضه، انه هو انت بتخرج الافكار السلبيه وتعلميه كيف يركز على حاجه معينه. هذه برضو من الرياضات الجميله، انه احنا في عندنا اهتمام الان بيوغا الاطفال. السباحه، السباحه سواء عن طريق الرياضه، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ضمنها انه علموا اولادكم، وذكر السباحه. السباحة جدا 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 ممتعة ومفيدة، ومفيدة كرياضة وكشيء هو يمارسه. يعني الآن احنا في التقنية اللي احنا عايشينها، وسائل التواصل والسوشيال ميديا، فلازم نخرج أطفالنا من الشيء هذا. شوفي أستاذة نوف، نبغى نتكلم عن الأطفال وناخذها تدريجيا من الطفولة إلين كبار السن وأهم رياضات اللي تناسبهم، لكن نستأذنك أطلع فاصل ونرجع نكمل. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل.